من تونس ينضم لنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الجرشي. أستاذ صلاح، مساء الخير. مساء النور. ربما أن الأمر بات مختلفا قليلا عن قبل شهر أو شهر ونصف. الآن بدأت الاحتجاجات تتصاعد في تونس، وهناك توسع للجبهة المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. إلى أين تسير الأمور؟ يبدو أن الأمور تسير أولا نحو تكوين جبهات سياسية ضد الرئيس تطالب بحماية المسار الديمقراطي وعدم المساس بالدستور، ولكن الوصول إلى جبهة واحدة لا يزال أمرا مستعصيا نتيجة الخلافات والتناقضات بين الأحزاب السياسية. الأمر الثاني الذي تسير إليه الأمور هو أن المعارضة تتجه تدريجيا نحو تحكيم الشارع، وأصبحنا نشاهد تقريبا أسبوعيا مسيرات أو وقفات احتجاجية تطالب الرئيس قيس سعيد باحترام الدستور الذي أقسم عليه، وبالتالي عدم الانزلاق طويلا وبعيدا عن الأسس التي قامت عليها التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس. إذن يمكن القول بأن البلاد تتجه إلى نوع من الصدام السياسي بين رئيس الجمهورية الذي تقف إلى جانبه جزء هام من الجماهير التونسية التي لا تزال تثق فيه، وبين معظم مكونات النخبة السياسية التونسية بأحزابها، ولكن أيضا بجزء واسع من جمعيات ومنظمات أي المجتمع المدني. من جهة أخرى أيضا تونس تتجه إلى نوع من العزلة الدولية، حيث أن هناك أطراف عديدة في الحقيقة تتمثل في الاتحاد الأوروبي ودوله من جهة أخرى، وكذلك الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. هذه الدول بدأت تمارس نوع من الضغوط الدبلوماسية والسياسية عندما طالبت وألحت على رئيس الجمهورية بأن يشكل حكومة تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأيضا أن تكون قادرة على إدارة العلاقات الدولية بشكل أكثر وضوحا، لأن الجميع يريدون أن يعرفوا ما هو برنامج الرئيس في المرحلة القادمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. ذكرت بأن قوى المعارضة بالرغم من أنها قد تتفق على معارضة قرارات الرئيس قيس سعيد إلا أنها لا تجتمع تحت مظلة واحدة، لماذا؟ هناك الحقيقة العديد من الأسباب والعوامل، لكن في مقدمتها أن معظم أو الأغلبية الساحقة من هذه الأحزاب والتنظيمات لا تريد أن تدخل في أي عمل تكون حركة النهضة جزء منها. هذه الأحزاب في تونس أغلبيتها تعتبر وتحمل جزء هام من المسؤولية لحركة النهضة التي بقيت جزء من السلطة خلال 8 أو 9 سنوات الماضية. وتخشى هذه الأحزاب أنها لو تحالفت مع حركة النهضة في هذا الظرف قد تنعكس ذلك سلبا على جمهورها وعلى مستقبلها السياسي. العنصر الثاني أو العامل الثاني هو أن الأحزاب السياسية في تونس تعودت أن تبني تحالفات، ولكن في الغالب كانت هذه التحالفات هشة وسرعان ما تشقها التناقضات لكي تعود إلى الانفراد بالقرار أو الدخول في صراع فيما بينها. إذن بناء جبهة عريضة في تونس الآن عملية مستبعدة، ولكنها ليست مستحيلة، لأنه لو تواصل هذا الصراع وانتقل وتوسع لدائرة الشارع لا أصبح من الضروري أن هذه الأحزاب تبني جبهة لا أقول موحدة على بالكامل، ولكن تكون جبهة عريضة على الأقل. نعم، ويعني بناء على ما تحدثت به من أن الأمور تتجه نحو صدام سياسي، خصوصا بأن القوى المعارضة بدأت تتوجه نحو الشارع، يعني ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الصدام؟ يعني أهم خطر ممكن أن يهدد هذا التوجه هو أن أيضا أنصار الرئيس قيس سعيد هم أصبحوا يلجؤون أيضا إلى الشارع، ويخشى في لحظة من اللحظات رغم حرص أجهزة الأمن وقيامها بدور كبير للفصل بين الطرفين،
لأنه يخشى في لحظة من اللحظات أن تنزلق فتصبح هناك مواجهات بين المواطنين وينسون بأنهم ينتمون إلى شعب واحد وإلى بلد واحد. وبالتالي مطلوب من رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف أن يتدخل بحزم وبقوة وفي أسرع وقت حتى لا يزيد الانقسام بين المواطنين عمقا، وذلك سيعود بالوبال ليس فقط على الأحزاب ولكن سيعود بالوبال أيضا على رئيس الجمهورية وعلى استقرار الدولة واستقرار السياسي للبلاد. ولكن قيس سعيد يبدو أنه يتوسع في مثل هذه القرارات، على ماذا يستند؟ قيس سعيد أولا هو شخص مؤمن بأن كل هذه المنظومة السياسية بمرجعيتها الدستورية لا تصلح، وبالتالي هو مقتنع بأنه صاحب الخيار الأفضل ويحاول أن يفرض هذا الخيار من موقعه كرئيس جمهورية. يعتمد أيضا على وقوف المؤسسة الأمنية وخاصة المؤسسة العسكرية بجانبه، وهو أمر يحصل لأول مرة بهذا الأسلوب. العامل الثالث الذي أو الاعتماد الثالث هو أن يعتمد على جمهور واسع، جمهور من التونسيين يعتقدون بأن الرئيس أنظف وأفضل شخصية سياسية في البلد، وأنه قد يجد صعوبات ولكنه في الأخير سيكون عمله في صالح الشعب. هذه معادلة تحصل لأول مرة أيضا في تاريخ تونس، أي أن تجد جزء كبير من النخبة التونسية والنخب تقف ضد رئيس الجمهورية، وجزء هام من المواطنين الذين الحقيقة لم يستفيدوا إطلاقا بل تضرروا من التجربة التعددية في تونس، دون أن يدركوا بأن الديمقراطية خيار ليس بالضرورة أن يأتي بالخبز ولكنه يأتي بالاستقرار، ويعودهم على ويدربهم على الحرية وعلى أن يمارسوا ضغطا على أي سلطة كانت مهما كانت شرعيتها كلما هذه السلطة انحرفت عن أهدافها. نعم، الأستاذ صلاح الجورشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.